This is a dark gangster rap vibe. The hook is pretty fire. Monta Beats. And yeah, what do you think? Who's better, Psycho M or Clay BBJ? Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy James Alpha here again. And yeah, today I'm reacting to Psycho M and Clay BBJ, Beb El Matar. It's Tunisian rap. And yeah, let's go into the music video. Okay, it's the first reaction to Psycho M and Clay BBJ. I don't know about them. Yeah, it's the first reaction. Okay, I think it's a dark gangster rap wipe. كاره لي كوستوم صباع الوسط لك لما بالي في البيروات وقت اللي نصدم جاسوم رابي تقلبي ولا كاكا غونفيت. Okay, yeah, this is a dark gangster rap vibe for me, yeah. And if you are new on my channel, I want to say welcome to my channel and yeah, say hi to you. My name is James Alpha, I'm a German music producer. And if you haven't subscribed to my channel, you can do this right now. Smash the subscribe button so you don't miss any further rap reactions, especially Tunisian rap reactions. And let's go listen further till the end. قبل كانوا قوم لوط اليوم تبدل اسم ولاو كرونيكيرات المعارضين متاع اليوم كل لحظة تصبط قبل في الانتخابات الشعب وحفيان ومديرين واصلة دول بكرة بزيروات ادخل البرلمان وامسح بالدستور واعمل الزيت وفقس القانون ودهن بالمساواة وزراء تعمل نقرات وصرفك في العقارات ورشوة في المطارات وانتي ما لقيت وين تبات مظلومين في الحبوسات وقد قضايا تنسات وقدم منهم بكيت والتنبيل المجامات برشا حفر في الكياسات والحكومة في سبات والدولة تكح فيك باش تخلص الاداءات ملو في Yeah, the beat is fire. I like the beat and the vibe. Yeah, what do you think about this song? Yeah, you can tell me, leave a comment down below. And yeah, thanks for all my Tunisian subscribers. يهدنا فيها وقت الصلح رجالين الكراسي ماكل عام باع الطرح دولة كي الطبيب اللي بسم يداوي الجرح رئيس يجيب النمو خطاب يطو جيب القرح وين القانون في بلاد اللي بالظلم قاوية الكلوب معبية كرة هو البطون وخاوية العقول مخدرة بشي 15 تحت لحيوت مداوية دولة ذبحتنا ومازالت على شر ناوية صنع طبقة تتعيش ماهيش متساوية بلاد كيما الطاعون كل مرة هزتنا في هاوية بلاد كل يوم تحرك فينا كيما الجمرة اللي كاوية حتى الدين تحرف ولا يعبدوا في زاوية قول لي أنا العدالة وقوانين الظلم سارية كي تخرج من دارك كاينك دخلت اللارية الميديات فرماتي العقول والناس ماهيش شي داريه بلدنا بثر وطه في بلاصه الجيل الشاريه برامج دعاره كلها سيئات جاريه مسابقات عار كل مره تهز متباريه كلم باب اللي تملك والباقي كلها كاريه كيما قوم وعاد غريبه تهز ريح داريه he's pretty fast. I think this is Psycho M maybe, yeah, and the other one is Clay BBJ. And yeah, what do you think about? Let me know after you watch the reaction till the end. Leave a comment down below. And yeah, what's the message in the song? Yeah, Beb El Matar. Is there an subtitle? Yeah, maybe there's only in French. Oh no, I can't speak French. كين مازوزة كان الصدور العارية لعبت تلبت ولد كان الشرف بعد القارية لازم برشا خنابل وبرشا أسلحة نارية سيكو أم وكلاي عطو كالوحوش الزارية كان فهمت الدرس مالا من غير ما فسر نحبك فيا قمزرس فاهم اللي تحني وصل الوقت يخليك تتمرس تعرف كيف تولي تحصل واللي يسألو فلوس تغبر وصعب عليك كبش تحصل مهما كنت قوي تتكسر الفلوس اللي تجيب النصر واللعبة تحقر العقل وتقدر قليل الأصل والحزب لك ليتك حقك مشات تصلي في العصر واللي مطحن يقعد على لوحة عمره ما يتغسل ذاك علاش نتلف الفن ربي يحصد في الأرواح ما يحصد جمال فكرت بالتاريخ كنت نهبط كلاش دور علي رابر واحسب عدد الوفيات ملا فك القنوات وتبهن المذيع فك الرابرات اللي تبعك القطيع ديما نفس الكلمات ديما نفس المواضيع الرابي من عاد الكاسيت قبل ما تبدا انت تبيع. Yeah, they are too fast. I think here it's important to have a change, a switch in the song and also in the rapping part. Yeah, because if you listen to that 5 or 7 minutes, yeah, it gets boring for me. I think they could have a change here, a little break or drop part or something like that. Maybe it comes here. I'm exciting about the next sections of the song.
ربي حتى قبل ما تطلع لك سلا في الغب حالف كل ما شد ستيلو الورقه تحكو تتقب ماركيبو دوات من البنك كسر من غيري للعب واللي جاي كلاشي يتسلق بقافيه واحده تكب ربي كدبابه ما بين فرودا لعب واللي يصنع الكاس ما يلعبش على لقب قدر نولي جلغ مع الناس اللي تحب السب هبط لك كلاش في كل ستار وقت الصب مانيش ملياردير خاطر ربي للعرب عبيت اسمع بلاش لازم تطحن باش تحب ببليك يعشق زيد وقت اللي ربك تهب نضحك خاطر ربي نار ويكلاشيني كلا حطب وما عاد يشد لي حد كان لك يوبي وستين سايبو ربي متمرد هايج ما عندوش يسيدو حبو على سر ما لا يجيبو الاقلام قيدو كسح من الضر مخلف في الهاكيم تاع قيدو 20 سنه ربي ومازال عندي نفس عندي بالذيب تجرح حتى تحطو في قفص وانتي جات تضحك كيما العذراء ما تحبش تتمس وانا كيبولي في الدزويت عمري ما نضيع فرص تكتب معايا جونه تبع كلامي تتمس كي تكلاش نجيك الزومبي دم لي فعرو خيك يتمس ما فماش رابور جاني في بيف وراسه ما تقصر راب كتاب انا كتبته والباقي تقل على النص شاتغان ماجنوم كلاش خفال دبل وفلس Okay, okay, what's the message in the song? Yeah, please leave a comment down below what's the meaning of Beb El Matar. And yeah, the hook is fire. I like the hook part is good, yeah. And yeah, now I'm excited about the rap part from Clay BBJ. كان باب المطر حلو 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 باب المطر اللي خلعنا نزيد الضوء وباقي نفس اللعب اوكي نيكست بارت مازال نفس العذاب واللي ولاو ولدوا نواب كانوا يصفقوا في الشعب نظام الردع والقوة تونس والعشا صعبة تحب على الحرية هوا تتحكم 30 سنة في جرة سيجار ولعب ايجا خويا لا عزيز وريك حقيقة بلادك وراء الكواليس فرنسا تفك وتغور والرجال فك امور حكموها كوادة وصباحية فرانسيس اللي حكمنا خان وبيعنا برخيص لنظام الشيطان سياسة التلحيص حبوك مظلوم وفرحان ويحبوا الشعب طحان يبوسك طفل المستعمر كيما عمل الرئيس نحلل الوضع خلينا نشوف اللي صار من اللي تونس اتحكمت ما فضلت تسع مار توا عشا بعد الثورة تونس لقوا ولا حول باقي ظلم باقي القمع باقي نفس الحال فقر حمى وبطال اشترى شعب الديلور يتنفس بالباي عايش في فابور بنية ماتت في روكارت في اسانسور خاطر المسؤول على الطاي واللي يحكم فولور انتو مسؤول بالخراب انتو مسؤول بالعذاب Yeah, for me, Psycho M has a better flow to listen to and Clay BBJ has a Yeah, I think maybe a little bit higher voice and another style, a different style. And yeah, what do you think? Who's better, Psycho M or Clay BBJ? Let me know that in the leave a comment down below and tell me what do you think? Who's better of these two rappers? بالشر وخوفتو بالارهاب هزيتو تونس الهاوية ورميتو هفة سرداب لستو مجلس نواب انتو ما مجلس كلاب لدى المثلية جنسية ويحبوا الشعب غلام وزادوا خذوا الشرعية من نظام الأسلام قوم اللوط بالصحة ذكورة فيها تبوحوح اللي كان البارح جلان اليوم تحول هويان حارب في منظومة في عكس الأيام انا كعف الحكومة بدون استسلام عشنا في حالة صراحة لبسنا بدلة عدام وضيقناها لكل نظام والاعلام جيرة للازل بما يبسيكو ام مش من توا منك العام قلبي بالحق انتقع عايش عقدة للنظام بكلمتي تخنق عشنا مدمر لدون ديما ضد القانون ما قلنا 10 سنين التالي احنا شر ما خلق عايش ديما فك الدولة ديما وسط النواب كل حتى كلامي ديما باقي كل حشر في واد ديما فايت ديما غيرة ديما اللي في بالي نديرها ديما عقدة للأزل للنظام وأسياد كوني كان الحقيقة تصفي خرافاتهم احنا ماناش كالناس اللي بصوا في كليباتهم احنا حتى كيف حضرنا بقدرنا في قنواتهم قدام تونس الكل بلت على كرونيكارات وش تسرق شلهم في الراب فلا ما تبص احترم تحترم من غير ما تخرج عن النص خاطر كنت جلطة موس انا نتاعك تشم تلعبها كي تستحمل الكم هوني راسك يتقص من حسك الناقص بلع فمك قص بديت نكرز لماكس سمعتك على ناس بص انت مرشو متسقس بعيني ريتك ترقص وقلبي عايش تركز اللي لاعبين عروس في بلد الغلام وين تكريك وحيط بالشعب لابس الجام ساكت عايش في كبس وانا بدون استسلام نقب الخم بدوام ديما ننكع في السيستم ويشدوني متلبس وشكل خطر على الدوله ما عفس ما فماش قدر مع السيستم ما لبس ولا على كر وكرني قبل حجر غناك يهزك للقصر غنا يهزني للحب ما عاد شواتين البيف مع الفلانه تدي انا اللي هنسف الدوله هما يسبوا فيا هما بخلك لاشات عملوا برشا فيات وانا Yeah. For me, it's too much. Yeah, it's too long. It has no changes in the song or from the flow.
Yeah, this is, I think they could avoid that and yeah, do a better arrangement of the song and other flows, other switches of the flow and different parts for me. Yeah, this is what, yeah, what I expected and it's too repetitive for me. ما يغتصب وحتى احبار ويكوي كي كان ما كيش مصدق بالرئيس عن مرت البي انتي تقول على روحك اللي ترابي كي توباك وانا كي سمعوني ربي قال له طبق مسرحي انتي ماكش عباري انتي فرخ تري وانا توا باش نشوي وسمعني الاي باش نكيل هولك على قد طولك في الاخر نشلبق هولك ونقول لك تي شاتكان ماجنوم كلاش خرفان زيبر وفلس سطلع عرطان حاكم يظلم شعبه وبطل هوني فوتها كان باب المطر حلو 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 باب المطر Yeah, the hook is pretty fire. Monta Beats. Yeah. All right, thumbs up and subscribe to the channel. And yeah, what's the message, the meaning of the song? Yes, you can tell me. And leave a comment down below. And yeah, give this reaction thumbs up if you like it. And if you love Tunisian rap music, then make sure you subscribe to my channel right now. Smash the subscribe button and yeah, and click on the bell to get notification if the next video comes online. And yeah, we'll see you in the next videos, my friend. It's your boy, James Alpha. Thanks for watching.